وما زلنا مشاهدينا مستمرين معكم في اجواء جوي اورد فايز مجلس. الف 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 مبروك الوجه الجديد للمسلسلات. الحمد لله يا رب، بركه من الله، وشكرا لكم ولدعمكم، هذا بفضل الله ثم بفضلكم، شكرا لكم من القلب. يعني نتكلم على عمل درامي كسر الدنيا رشاش، تمام؟ مستقبلا انت اليوم فزت بالوجه الجديد، لكن الوجه الجديد هذا وين راح يطلع علينا مستقبلا؟ ان شاء الله اطل ممثل باذن واحد احد، باذن واحد يا رب. لا زال الطموح بقيه اكيد كبير للاوسكار ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كيف شفت اليوم التجمع؟ نتكلم على اكثر من 200 اسم فني موجود في مكان واحد اليوم في السعوديه في قلب الرياض. هذا كان حلم، وكان حلم ما اتوقع مستحيل يتحقق، بس تحقق. نقدر نقول الف مبروك، الله يبارك فيك، شكرا كثير لكل اللي صوتونا، شكرا كثير كبير للداعم الاكبر ام بي سي. حبيبي اليوم كيف شفت الحفل؟ كيف شفت الاجواء بشكل عام؟ اجواء رائعه، انا سعيد جدا. التنظيم صدق لاول مره، صدق التكريم الصدق كان بمحله هالمره من قلب. لما مسكت التكريم والكاس ايش مشاعرك الداخلية؟ حسيت انه تعب اللي نحن عم نتعبه بنقل الدراما العربية والخليجية بالتحديد عم يوصل الحمد لله. برنامج تفاعلكم يرصد جميع الفنانين بالإضافة إلى 25 سؤال، يعني طلع كل الأسرار الموجودة وسارة عدها أسلوب خاص. بنحاول. أنا والله مرة مبسوطة، شكرا على الكلام اللطيف هذا، ومبسوطة جدا أن أنا هنا اليوم. يعني الأجواء صراحة يعني كأننا فعلا في حفل عالمي، وهو حفل عالمي، فجدا جميل يعني صراحة الأجواء. اليوم الأفلام والمسلسلات بالإضافة إلى تكريم خاص لجميع هدول الفنون، بالإضافة إلى الرياضة وغيرها من الفنون المتواجدة هنا في السعودية، يستحقوا أيضا يحصلوا على جوائز متعددة. اليوم إيش رايك في هذه الأعمال الفنية بالإضافة إلى مثل هذه الفعاليات؟ أنا صراحة كثير من الأعمال الفنية هذه شفتها، وصراحة المنافسة شديدة، يعني أحيانا كده في كذا فئة صرت أفكر إنه لا هذا لا هذا لا هذا، فالاختيارات صراحة كانت ممتازة. حنشوف نهاية التصويت كيف حتكون يعني، بس يعني جدا حلوة الفكرة، وحلوة أنها ممزوجة كمان مع عروض فنية، فيعني أعتقد إنه الأجواء حتكون كمان حماسية يعني كده، لأنه في جوائز وتصويت وكذا. ويعني شكرا لإم بي سي، شكرا لكل الناس اللي اشتغلوا على هذا العمل يعني، واللي ساعدونا نطلع بهالصورة الحلوة، وشكرا للجمهور اللي هو اصلا اللي وصلنا لهالجائزة، لولا هو ما كان وصلنا الى هنا.